السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض، مش هعمل بقى فيديو والحاجات دي كلها. النهاردة جوزي ورطني توريطة ما اقولكوش، يعني بصراحة كان هو في الشغل مش موجود يعني في البيت وكده، واتصل بيا قال لي انا اصحابي جايين معزومين عندي النهارده على الغدا، طب اعمل ايه؟ طب انت ما سبتليش مصروف، طب مش عارفه ايه. راح قال لي طب بصي اتصرفي اعملي اي حاجه، هم قالوا لي احنا جايين النهارده نتغدى معاك، وانا قلت لهم خلاص ماشي تمام، ويعني ايه، وكلمتك وكده عشان خاطر تجهزي غدا. طب انت نسيت تديني المصروف وبتاع. المهم رحت انا قعدت اتصرف كده وطلعت كل الخزين اللي كان عندي في الثلاجه عشان خاطر اعمله. كان عندي بقى لحمه من لحمه الذبيحه من اللي شفتوها دي بقى لها فتره، فكنت شايلاها عندي في الثلاجه، فقلت مش مشكله هحط كل اللي عندي على بعضه. كان عندي ريش بقى، وكان عندي يعني قطع لحمه من هنا على من هنا على من هنا، لميت كل اللحمه اللي كانت موجوده عندي، وقلت بقى ايه هعمل لهم دلوقتي بيها اكله. ما تنسيش بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه بسرعه عشان نلحق قبل هما ما يجوا. دلوقتي بقى عندي الحله كده حطيتها على النار تسخن معايا، هنزل بقى بكل كميه اللحمه دي. بسم الله، عايزه اقول لكم هي حته كبيره دي، بس دي فيها عظم عشان فيها ريش وكده، وفيها عظم بتاع العمود الفقري، فعشان كده انا ما شلتهاش، لكن اللحمه انا سايباها معايا يعني ايه حتت صغيره وكده زي ما هي عادي جدا. دي طبعا دهون، حابين تحطوها ماشي، مش حابين مفيش مشكله، بس طبعا انا مش هاكل الناس يعني اللي هتجيلي، مش هاكلهم الدهون دي. فهحطها بقى كده معايا على النار، وبسرعه بسرعه كده نجيب بصلايه ونحطها عليها. دلوقتي بقى هجيب معايا البصلايه زي ما انتم شايفين كده، هجيب معايا برضو رشه الفلفل. هضيف بقى دلوقتي عندي الفلفل الاسمر. بسم الله، ما تحطيش كتير عشان ما تطلعش يعني ايه مش قد كده معاكي. هضيف كمان معايا رشه بهارات اللحمه بس كده، ما تضيفيش اي حاجه تاني. حابه تضيفي حاجه تاني انت بقى براحتك، بس مش هضيف اي حاجه دلوقتي، زي ما هي كده بقى هنزل بالميه المغليه. بسم الله على السريع بقى كده، ونسيبها تستوي مع نفسها، وبعد كده هنضيف لها الملح ونشوف هنضيف لها ايه تاني. ممكن تحطي سمنه بلدي، زبده، زيت لو ما عندكيش غيره مفيش مشكله، اي حاجه موجوده عندك هتبداي تحطيها على طول. بجيب بقى عندي هنا شويه مكرونه شعريه. بسم الله، حطي بقى على حسب ما بتحبيها كتير او قليل. هسيب بقى المكرونه دي، هزود بس كده، هسيبها تتحمر معايا شويه، بعد كده هحط عليها الرز. خلاص بقى كده احمرت معايا، اتحمرت معايا شويه الشعريه، هنزل بالرز. الرز ده طبعا مغسول. طبعا بقى عندي اللحمه انا ما حطيتش لسه عليها صلصه ولا اي حاجه، هبدا اخد من الشوربه بتاعه اللحمه وازقي بيها الرز. دلوقتي بقى هملح عندي الرز واللحمه مع بعض، هحط رشه الملح للرز وهغطي عليه واسيبه يستوي، وفي نفس الوقت هملح معايا اللحمه وهسيبها واحط عليها شويه طماطم او صلصه واسيبها برده تكمل تسويتها. دلوقتي بقى بقلب عندي في البيت كده، لقيت عندي الرقاق ده. الرقاق ده كان من العيد برده، كان فايض عندي كده، هعمل بيه وصفه برده بحيث ان هي ايه يعني تكون حاجه اقتصاديه شويه وموفره. هجيب بقى شويه لبن، لو عندك لبن عادي لبن بودر مفيش مشكله، هو ده كان لبن بودر وانا عملته بسرعه. بجيب عندي شويه سكر. بسم الله، ببدا ان انا احليه كده، حليه طبعا بالتحليه المناسبه بالنسبه لك. بجيب اي انواع مكسرات برضو وبفضيها كده عليه. بسم الله، بفضيها بالشكل ده كده، دي مكسرات فعادي يعني يا جماعه هي بتطلع لفوق كده على الوش عادي جدا. هقلب بقى السكر ده فيها كويس جدا. بعد كده هجيب بقى، بجيب عندي بقى بايركس او فخار زي ما انتم شايفين كده، بدهنه طبعا سمنه او زبده اهو. هجيب برضو هحط فيه شويه الجلاش ده، شويه الرقاق ده باي شكل عندك، اي شكل، المهم ان احنا ناخدهم كده. بسم الله، ونحطه جواه.
طبعا حطيتهم بقوا بالشكل ده كده، ضغطت عليهم بس شويه. هنزل بقى بكل كميه اللبن بتاعتي بسم الله، وكل المكسرات بقى والحاجات الموجوده فيه. بس حاولي على قد ما تقدري ان يكون الزبيب وجوز الهند والحاجات دي مش موجودين على الوش عشان خاطر ما يتحرقوش معاكي. لازم طبعا الكميه كلها تكون متغطيه بالحليب. هحطها بقى دلوقتي، انا طبعا غطيتها كده كلها، هحطها بقى دلوقتي في الفرن. حابه تحطي عليها معلقه سمنه مفيش مشكله، مش حابه احنا كده كده دهنين البرام بالسمنه، فهتلاقي السمنه كلها عمت على الوش. هحطه بقى في الفرن لحد ما تستوي، بعد ما تستوي هطلعها واوريها لكم. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الجلاش. هجيب عندي كده يعني بصلايه كده مفرومه، انت براحتك بقى حابه تعمليها ناعمه خشنه زي ما تحبي، بس هنزل بكميه البصل كامله كده بسم الله. طبعا عشان تستوي معايا بسرعه هنزل بكميه الملح عشان خاطر ننزل كل السوائل اللي فيها بسم الله. الملح ده على قد تسويه اللحمه، وعلى قد كمان تسويه يعني على قد تسويه الحشوه كلها. دلوقتي بقى هنزل معايا باللحمه، لو انت ممكن بقى تحطي اي حشوه انت حباها، حابه تحطي اي حشوه تانية مفيش مشكله. بمجرد ما بنزل بقى باللحمه معايا، انا كده كده اصلا مملحاها، بنزل معايا بالتوابل والبهارات بتاعتي. طبعا ملح، فلفل اسمر، انا حاطه طبعا الملح من الاول. بتضيفي بقى عندك فلفل اسمر، قرفه وجنزبيل، بهارات فراخ، وبتقلبيهم طبعا كويس جدا، وتخلي التتبيله دي كلها تختلط كده مع بعضها مع اللحمه. طبعا عندي الحاجه الوحيده اللي اشتريتها هي الجلاش، تعالوا بقى اقول لكم هنعمله ازاي. دلوقتي بقى خلاص حطيت معايا البيضه بالشكل ده كده، هحط رشه الفلفل الاسمر وعليها رشه الملح، وهقلبهم بقى كويس جدا معايا. هنا يا دوب كل اللي عملناه ان احنا دخلنا الطبقات كلها، ان احنا رصينا بس الجلاش. هجيب معايا كمان كوبايه من الحليب، انت براحتك ما عندكيش حليب، حابه تحطي شوربه مفيش مشكله. وهنبدا ان احنا نقلبها كويس جدا مع بعض. هنزل طبعا بكل المكونات دي وانزل بيها كده، وبعد كده هروح احطها معايا في الفرن لحد ما تستوي، وبعد كده هطلعها معايا واوريها لكم شكلها عامل ازاي. حاولي بس ان انت تدخليها كده في كل الاتجاهات وكل الجوانب بحيث ان الجلاش يشربها كلها. هحطها في الفرن وبعد ما تطلع هوريها لكم. دلوقتي بقى خلاص خلصنا مع بعض وصفتنا، عملنا الرز بالشعريه، وعملت كمان
اللحمه او الريش اللي احنا عاملينها مع بعض، وعملنا وصفه التحليه، وعملت كده شويه جلاش. يا رب بقى في نهايه الفيديو يكون عجبكم. انا طبعا ما حطيتش بقى الشوربه والحاجات دي، قلت لما اغرف وقت كمان الغرف هحط كمان عندي اللحمه، هرصها هنا وهجيب عليها الدقه اللي هي بالخل والثوم والحاجات دي، وهحطها عليها وعلى الرز عشان تديني برضو ايه طعم في اللحمه وللرز، وهحط كبشه شوربه على الرز كده حاجه بسيطه، بحيث ان هي تطعمني برضو الرز بالخل والثوم. يا رب بقى يكون عجبكم، وبتمنى ان شاء الله يعني ان انتوا تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وبتمنى ان هو يعني يشرفني قدام ضيوفي كده. كانت حاجه سهله وبسيطه وكلها موجوده عندي من البيت، حبيت بس كده ايه ان انا يعني اعمل اي حاجه كده في البيت، بحيث ان انا ما اتصرف وما يعني ما اقللش من جوزي قدام صحابه. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.